طب نكمل كلامنا عن المسألة رقم 6 الجزئية بي. بيقول لي كرر المطلوب اللي كان في A اللي هو عايز الـ primary applied voltage بس باستخدام المرة دي الـ approximate equivalent circuit، ويعلق على الـ results بتاعتك. طيب عشان نعرف الأول إيه هي الـ approximate model، فأنا لازم الأول أتكلم عن المنظر ده كده. الشكل ده هو شكل الـ approximate model في الكيس بتاع الترانسفورمر. لو فور اكزامبل كده، لو انا هعمل اول حاجة، عندي حاجتين، اللي انا هعمل ريفيرينج تو برايمري سايد. لو انا هعمل ريفيرينج البرايمري سايد هيبقى منظره عامل ازاي، ولو انا هعمل ريفيرينج تو سكندري سايد الشكل هيبقى عامل ازاي. خلينا نتفق اتفاق ان الشكل في الحالتين هيبقى حاجة بالمنظر ده كده. هتلاقيك بترسم كده ريزيستنس، وهنا اندكتنس، وهنا اللي انت بتحط اللود بتاعك اللي انت عايزه. طيب لو انا بتكلم ريفيرنج للبرايمري، يبقى هنا لو لاحظت حاجة، الشكل الترانسفورمر كان كده، كل الاجزاء دي اللي هي R1 وX1 وXM وRC كلهم كانوا في برايمري، وبالتالي فانا هنقل ايه؟ هنقل ال R2 و X2، هيبقوا R2 داش و X2 داش. تمام. مبدئيا الريزيستنس اللي فوق دي اسمها ايه؟ R equivalent، ودي اسمها X equivalent، وهنا دي اسمها XM، هتفضل زي ما هي لان هي في برايمري، ودي اسمها ال RC resistance او الريزيستنس بتاعت الكور بتاعي. وهنا الفولتج اللي هيبقى ابلايد هو الفي برايمري، ده اللي هو الابلايد فولتج اللي انا عايز اجيبه. طب هي الار ايكويفالنت في الكيس الاولانيه، تعالى كده نشد خط عشان نميز ما بينهم. لو في الكيس الاولانيه او بتقول لك الار ايكويفالنت هي ار 1 زائد ار 2 داش. تمام. وان الار 2 داش هي ايكوال الار 2 اللي هي بتاعت السكندري، ار 2 داش دي اللي هي بعد ما عمل ريفيرنج للبرايمر، وقلنا دي اللي هي تبقى ان 1 وان 2 على ان 2 الكل سكوير، دي كده ار 2 داش اللي انت بتحطها. طب الاكس ايكويفالنت نفس القصه، هي اكس 1 زائد اكس 2 داش، واكس 2 داش هي ايه؟ هي اكس 2 في ان 1 على ان 2 الكل سكوير. طب لو بتكلم ان دلوقتي ده كده الريفيرنج لايه؟ للسكندري سايد، يبقى الار ايكويفالنت بتبقى دي قيمتها والاكس ايكويفالنت بتبقى دي قيمتها. طب هو الابروكسيميت موديل يفرق ايه عن الاكزاكت موديل؟ كل اللي عملناه ان احنا نقلنا الامبيدنس دي اللي هي في البرايمري دي وديناها الناحيه الثانيه، بقت مع السكندري او جزء اللي هو البرانش اللي بعد البرانش بتاع الايرن لوسز. تمام كده، مفيش سكندري هنا وبرايمري، ده كده دي اللي هي الدايره كلها ريفيرد للبرايمري، بس كل اللي عملناه ايه؟ ان احنا نقلنا الامبيدنس دي للبرانش الثاني اللي هو بعد، كأني شلتها من هنا وحطيتها بعد البارلل برانش اللي هنا. طيب لو هتكلم على ده كده، انا بتكلم الفرق بين الاكزاكت والابروكسيم. طب لو هنا هتكلم على ريفيرنج تو سكندري سايد زي ما قلنا، يبقى شكل الدايرة بتعمل ازاي؟ يبقى كده، يبقى نفس المنظر. نفس الشكل متحافظين عليه، ودي برضه هنسميها ار ايكويفالنت ودي اكس ايكويفالنت، وساعتها دي هتبقى اكس ام داش ودي هتبقى ار سي داش. ليه؟ عشان انا نقلت، كأن انا نقلت دلوقتي من هنا من الجزء ده للسكندري سايد. تمام. وبالتالي برضو يبقى الاكس ام والار سي هيبقوا هيروحوا هناك لناحيه السكندري بالداش، والار 1 والاكس 1 هيروحوا الناحيه الثانيه بالايه؟ بالداش برضو. يبقى نقول كده الار سي داش هي عباره عن ايه بقى؟ عباره عن الار سي ان 2 على ان 1 الكل سكويرد، لان دي هي تقريبا دي هي السكندري ودي هي الايه؟ بتاعت البرايمري. نفس الكلام الاكس ام داش موجوده هي ايه؟ هتبقى اكس ام ان 2 على ان 1 كل سكوير.
طيب الار ايكويفالنت هتبقى عباره عن ايه؟ هل هتبقى ار 1 زائد ار 2 داش؟ لا دي هتبقى ار 1 داش، لان انا الحاجات البرايمر راحت للسكندري، فدي كده اللي هي معناها ريفيرد للسكندري، زائد الار 2 اللي هي اصلا الريزستنس بتاعت السكندري عادي جدا. طيب والار 1 داش هتبقى ايه؟ الار 1 داش زي ما اتفقنا هتبقى الار 1 ان 2 على ان 1 كل سكويرد، وبنفس الكلام اللي هقول اكس ايكويفالنت هي عباره عن اكس 1 داش زائد اكس 2، وان الاكس 1 داش هي الاكس 1 في ان 2 على ان 1 كل سكويرد. خلاص كده يبقى ده كده لو انا عملت ريفيرنج للسكندري سايد، واللي فوق ده لو انا عملت ريفيرنج لايه؟ للبرايمري سايد. المساله اللي احنا بنتكلم عليها او البوينت بي بتاعتي ممكن نكتبها بالظبط اكزاكتلي هي 6 بي في الشيت. فهو الراجل بيقول لي اعمل لي ريفيرنج تو برايمري سايد، وبالتالي يبقى المنظر بتاع الدايره بتاعها هيبقى كده. تبقى دي الار الريزستنس ودي اللود بتاعي، يبقى دي هنا اكس ام ودي هنا الار سي ودي الار ايكويفالنت زي ما اتفقنا ودي الاكس ايكويفالنت. طيب هو نفسه يجيب ايه؟ نفسه يجيب الفي انبوت ده قد ايه. يبقى الريكوايرد نكتب الاول الجيفن بس نشوف الجيفن عندنا ايه. طبعا انا لما هاجي اعمل او اجي احسب الكلام ده، انت الار ايكويفالنت زي ما اتفقنا هي ار 1 زائد ار 2 داش. طيب ما انت لسه اصلا جايب في الاكزاكت موديل جايب الار 2 داش وجايب الاكس 2 داش صح؟ يبقى مجرد ان انت هتجمع الار 2 داش الاكس 1 اللي هنا، فهي قيمه الار 2 داش كانت انت كنت لسه حاسبها من شويه 0.12، وكانت قيمه الار 1 ب 0.1 هتطلع معاك 0.22 اوم. طيب الاكس ايكويفالنت برضو هتجيبها من الموديل ده، الاكس 2 داش بكام؟ ب 0.4، والاكس 2 العاديه او سوري الاكس 1 العاديه او اللي هي ريفيرد البرايمري عادي هي 0.4 برضو. وبالتالي كانك هتقول يبقى دي اكس 1 بلس اكس 2 داش ايكوال 0.4 بلس 0.4 يعني ايكوال 0.8. طيب بعد كده هعمل ايه؟ بعد كده الراجل طالب مني بيقول لي برضه هحتاج اجيب الكرنت بتاعي اللي هو اي 2، بس هجيب اي 2 داش دلوقتي. ليه؟ لان اي 2 داش ده اللي هو ماشي كان اصلا في السكندري اللي احنا كنا لسه جايبينه من شويه اللي هو 10 برضو وزاويه سالب 36.8. فيبقى انا عندي الاي 2 داش انا لسه حاسبه من شويه، هو كانه هو الاي 2 تمام بس في ان 1 على ان 2 كده، لان ده كده اللي هو سوري ان 2 على ان 1 ده كده هو كانه برايمري وده اللي هو بتاع السكندري، وبالتالي بقول ضرب السكندري في الان بتاعت السكندري على الان بتاعت البرايمري. دي اللي احنا كنا لسه حاسبينها من شويه 10 وزاويه سالب 86 كده امبير. في فرق بين الشكل ده، ده كده اسمه فيزر تمام، يعني الناس اللي بتتلخبط من الشكل ده، الشكل ده كده اسمه فيزر، ده لازم تطلع ماجنتيود وزاويه انجل مثلا ثيتا او اي حاجه، لكن الشكل ده كده هو ده اسمه ماجنتيود تمام، ده ماجنتيود، لكن ده فيزر دي حاجه كومبلكس، يعني ده بيطلع لك رقم مثلا A زائد جي بي، مش عشان الناس يعني ممكن بتتلخبط احيانا بين الجزء ده. الماجنتيود ده فاليو سكيلر فاليو بس تمام. فانا جبت الاي 2 داش كفيزر جبت القيمه بتاعته. طيب الراجل هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي انا عندي الفي لود بتاعي، هجيب بقى برده الفي 2 داش، الفي 2 داش برده هي ايه؟ لان انا عملت ريفيرنج للبرايمري سايد، فهتطلع معاك ب 200 فولت اللي احنا برضو كنا لسه من شويه جايبينها هنا اللي هي في 2 داش اللي هي كانت ب 200 فولت. طيب كده انا جبت ايه؟ جبت كل البارامترز بتاعت الدايره عندي، ار سي طبعا والاكس ام هو مديهم لي اصلا كانوا جيفن في المساله، بقى نشوفهم بكام؟ 8400 والاكس ام ب يعني دي 8400 اوم والاكس ام ب 2500 اوم تمام.
طبعا انت عشان تحط الكلام ده يعني ان جنرال كده يبقى بالظبط، يبقى دي جي جي اكس ام او جي اكس ايكويفالنت يعني، عشان تحسب فيزور يعني بالظبط، بس احنا احيانا بنحطها كده. المهم هعمل ايه؟ اول حاجه او الستيب اللي انا هعملها ان انا عايز اجيب الفي واحد او الفي انبوت. طب مش انا ممكن امشي على اللوب دي اطبق الكي في ال على اللوب دي؟ الكي في ال على اللوب دي هتقول لك ايه؟ هتقول لك الفي انبوت بتاعك ايكوال الاي 2 داش في الار ايكويفالنت زائد الجي اكس ايكويفالنت. ده كانه هو الفولتج دروب اللي هنا، ده اسميه مثلا في دي، فده كده هو الفي دي. طيب والفي 2 داش اللي هو عامل بولاريتي كده هقول زائد في 2 داش. فانت لو مشيت على اللوب دي، لو طبقت اللي هو الكي في ال اللي هو القانون بتاع كيرشوف فولتج لو، هتلاقيك بتجيب الـ القيمه بتاعت الفي ام. طيب هحسب، هتلاقيك بتقول 10 زاويه سالب 36 8 الار ايكويفالنت 0.22 زائد جي 0.8 زائد ال 200. هتحسب القيمه دي، هتطلع لك مقدار مزاويه فولت. هتجيب القيمه اللي انت جبتها من هنا دي اللي هي الفي انبوت اللي انت جايبها على البرايمري، بس عن طريق الابروكسيمت، يعني ممكن نسميها في انبوت ابروكسيمت، دي اللي هي عن طريق الابروكسيمت موديل. لكن الفي انبوت الاصليه انت ممكن كنت معتبر في، او لو خدت اللوب بتاعتك هتلاقيك ان انت واخد ده معاك في الاعتبار حسب التيار ده اللي هو اي نود اي واحد. فاي واحد هنا كان بيافكتد باي الاي نود والاي 2 داش، فكان الفولتج دروب على الريزيستنس دي كان داخل فيها الاي نود. لكن احنا لما نقلنا الامبيدنس دي، سوري، لما الامبيدنس دي لما اتنقلت الناحيه الثانيه، ايه اللي حصل؟ الافكت بتاع اي نود ده انا ما خدتوش. لو لاحظت هنا هتلاقي ان الاي نود انا ما قربتلهاش في حاجه، انا خدت اللوب من بره، خدت تيار السكندري او خدت التيار اللي ماشي في البرانش اللي هناك اللي هو كان 10 وشويه، وضربته في الار ايكويفالنت والزد والجي اكس ايكويفالنت. تمام كده؟ فاللي عايزين نقوله ايه؟ ان عايزين نقوله ان في حاله الاكزاكت انا خدت الافكت بتاع الاي نود وجمعته مع الاي 2 داش وضربتها في الامبيدنس دي، وساعتها ده الحاجه الاكزاكت بتاعتي. لكن انا لما عملت ايه؟ اللي عملناه ان احنا نقلنا دي الناحيه الثانيه، وبالتالي دي بقت تتضرب في مين بس؟ بقت تتضرب في الاي 2 داش فقط، والاي نود ما بقتش بتتضرب فيها لان هي اتشفتت من هنا لهنا الاول الشغل بتاعنا. فطبعا انت هتلاقي الفي انبوت ابروكسيميت مختلف شويه عن هنا احنا مسمينه في 1، ده الفي 1 ده اللي هو اكزاكت، ممكن نسميه في 1 اكزاكت تحت كده. تمام؟ فده اللي انت التعليق اللي ممكن تقوله في حاجه زي كده يعني. نتيجه ان احنا نقلنا الامبيدنس من هنا للناحيه الثانيه. طيب كمل كلامنا، يبقى ده كده البروبلم 6. بروبلم 7 بتقول لك ايه؟ بروبلم 7 بتقول لك انا عندي 10 كيلو فولت امبير ترانسفورمر، والفولتج ريشيو من 480 ل 120، وهو سنجل فيس ترانسفورمر، ومديلي البارامترز بتاعتي كل حاجه ريفيرد للاتس سايد، يعني ده كده ار 1 واكس 1 دول ريفيرد للبرايمري سايد، وار 2 واكس 2 ريفيرد للسكندري سايد، والار سي والاكس ام ريفيرد للبرايمري سايد برضه. تمام؟ بيقول لي استخدم الابروكسيميت ايكويفالنت سيركت، يبقى احنا هنستخدم الابروكسيميت ايكويفالنت سيركت عشان اجيب ايه؟ عايز الفولتج والكرنت على البرايمري تيرمينالز فور الود 10 كيلو فولت امبير وشغال عند ال 120 فولت وباور فاكتور 0.85. تعالى كده نشوف مع بعض الكلام ده بنطبقه ازاي. يبقى انا هنتكلم كده بروبلم 7، بيقول انت عندك تستخدم الايكويفالنت سيركت، هي دي هتبقى الار ايكويفالنت ودي الاكس ايكويفالنت، جي اكس ايكويفالنت ودي اللي هي الجي اكس ام، ودي اللي هي ار سي،
وهنا طبعا في ال V input، وده التيار اللي ماشي هنا هسميه I input. طيب او ممكن نسميه I1 ونسميها ايه V1 للسهولة يعني بدل input دي. اسمي التيار اللي هنا، خلينا نعمل التيارات بلون تاني، ده باللون الازرق اهو. اسمي التيار اللي هنا هو ال I node، والتيار اللي ماشي هنا هو ال I2 داش. طيب اول ستيب هتعملها ايه؟ ان هو مديني القيم، يعني انا هكتب كده الجيفن، الراجل مديني جيفن القيم بقى بتاعتي هي ايه؟ R1 equal 0.6 اوم، X1 equal 1 اوم، R2 equal 0.0375 اوم، وال X2 equal 0.0625 اوم، وال RC هي equal A equal 3000 اوم، وال XM equal 500 اوم. مديني الريتنج بتاع الترانسفورمر ده الاس ريت، الاس ريتد كام؟ اداني 10 كيلو فولت امبير، ومديني الفولتج رينج 480 على 120 فولت. خلاص اول استباية هتعمل ايه؟ هو الراجل طالب ان احنا نشتغل الكلام ده، عايز هو عايز ايه؟ بيقول لك انا عايز الفولتج والكرنت عند البرايمري تيرمينال، وعايز الفولتج والكرنت عند البرايمري تيرمينال. طب برايمري تيرمينال يعني انا ما اعملش، ما اروحش بقى زي الذكي واعمل ريفيرنج للسكندري، يعني هو عايز الحاجات للبرايمري، وبالتالي يبقى انا هستخدم ايه؟ هعمل سكند برايمري ريفيرنج، صح كده؟ يبقى انا اللي هطبقه برايمري ريفيرنج. ممكن نعمل كده بقى، نقول السولوشن بقى بتاعي. طيب انا هعمل ريفيرنج للبرايمري ازاي؟ هو الار ايكويفالنت ديا، الار ايكويفالنت بتاعتي زي ما اتفقنا وقايلين من شويه ان هي عباره عن ايه. الار ايكويفالنت هي في حاله الريفيرنج، يبقى انا هقول كده اول حاجه ريفيرنج تو برايمري سايت، وهتطلع قيمة. يبقى هتقول ان هي R1 زائد R2 داش، صح؟ وهتجيب ال R2 داش، ال R2 داش قيمتها بكام؟ قيمتها بال R2 اللي هنا اللي هي 0.0375 زي ما اتفقنا في الترنز ريشيو ده. كده انا عايز اجيب برايمري، وده كده اللي هو بتاعت السكندري. يبقى انا هقول ال N بتاعت برايمري على ال N السكندري سكويرد، يعني كام؟ يعني اللي هي 480 على 120 كل سكوير. 480 على 120 يعني 4، 4 سكويرد يعني 16. تمام، هتلاقيك بتحسب الفاليو دي هتطلع معاك بكام؟ تطلع معاك ب 0.6 اوم. تمام، هروح احسب برضو الاكس ايكويفالنت. يبقى انا عندي الاكس ايكويفالنت هي ايه؟ يبقى ده اول استبايه انا بعمل ريفيرنج بس، يعني دلوقتي بجيب القيم دي بس ريفيرد بقى. طب هتقول لي الاكس ام ليه ما حطيتش داش والار سي داش؟ عشان انا بعمل ريفيرنج للبرايمري، فدول زي ما هم، واللي بيختلف بس او انا بنقل السكندري امبيدنسز اللي هي R2 والاكس 2، وبالتالي اقول ان هي دي X1 زائد X2 داش، وX2 داش هي عباره عن ايه؟ طبعا هجيب هنا الار ايكويفالنت توتال برضه عشان يبقى قفلنا الجزء ده، ان هو R1 اللي هو 0.6 مديهاني R1 كابيتال، انا هعملها بس سمول عادي مش فارقه كتير، زائد 0.6 اللي احنا لسه حاسبينها هنا هتبقى 0.2 اوم. طيب X2 داش اللي هي X2 في N1 على N2 كل سكوير، يعني هتلاقيك بتقول ان هي 0.0625 في الاربعة على الواحد سكوير، اللي هي 480 يعني على 120 سكوير، هتطلع معاك 1 اوم. يبقى دي ال X2 داش. يبقى اذا ال X equivalent هي عبارة عن ايه؟ يبقى دي هي X1 زائد X2، يعني بتقول 1 زائد 1 هتطلع معاك ب 2 اوم. هتلاقيها 1 زائد 1 هتطلع معاك ب 2 اوم. ليه 1 زائد 1؟ لان X1 هنا ب 1، X2 داش اللي انت لسه حاسبها فتطلع معاك 2. خلاص يبقى انا هحط القيم هنا، هوقع القيم هنا عشان ما اتلخبطش. ون جي 1 ال RC وال XC وال XM زي ما هم ما نغيرهمش. بلجأ ايه بعد كده؟ اروح احسب بقى انا عايز الاي واحد،
صح؟ يبقى انا محتاج اجيب الاي 1. يبقى هعمل ايه او هطبق ايه القانون بتاعي؟ تعال نشوف بقى مع بعض، تعال نفكر مع بعض كده. هو اي 1، اي 1 هو عبارة عن الاي نود زائد الاي 2 داش فيزو، مظبوط؟ طيب الراجل بيقول لي ان انا شغال عند حمل 10 كيلو فولت امبير وعند 120 فولت وباور فاكتور 0.8 لاجنج، يعني الفولتايه هنا عندي 120 فولت والباور فاكتور 0.85 والاس بتاعتي بتاعت اللود ده كام؟ 10 كيلو فولت، 10 كيلو فولت امبير. طيب اقدر اجيب من هنا الكرنت؟ اه، يعني انا محتاج اول حاجه، انا عايز اجيب الاي 1 صح، فمحتاج اجيب ده ومحتاج اجيب ده، يبقى انا عايز اسال عن الاي نود وعايز اسال عن الاي 2 داش. اول حاجه هروح اجيبها الاي 2 داش، خلاص كده. يبقى اول ستيب جيت اي 2 داش. طب اجيب اي 2 داش ازاي؟ هاسيوم اول حاجه الريفرنس بتاعنا، اسيوم ريفرنس فولتج اللي هو عند اللود، ات اللود اللي هو في 2 ايكوال 120 وزاويه 0. يبقى ده كده نسيو ان هو 120 از فيزر، 120 وزاويه 0. طيب دي اول نقطه. الباور فاكتور هروح اجيب الفاي. طب الفاي هي ايه؟ هي كوزاين انفرس الباور فاكتور، دي زاويه الباور فاكتور. طب دي هتبقى ايه؟ كوزاين انفرس 0.85. هتطلع معاك بكام؟ تطلع معاك ب 31.78. اتفقنا على كده؟ كلام جميل جدا. بعد كده هروح اعمل ايه؟ انا كده جبت زاويه الكرنت كان دي. طب هو دي مدهاني ايه؟ لاجنج. هو مديك ده لاجنج في اول اكزامبل، تمام؟ بيقول لك اللود بتاعك كده ومديك الباور فاكتور ده لاج، وفي الاكزامبل الثاني مديهولك ليد. يبقى لاجنج، يبقى انا هحط الكرنت بالساين بتاعت الانجل بتاعته بالسالب. طيب هو انا عشان اجيب الكرنت هقول ايه؟ هجيب الكرنت كماجنتيود، يبقى انا هجيب اي 2 از ماجنتيود، الاي 2 از ماجنتيود ايكوال الاس از ماجنتيود اللي هو ده على الفي از ماجنتيود. طب الاس كماجنتيود هو 10 في 10 اس 3 اللي هو 10 كيلو فولت امبير، والفولتايه بتاعتك هي 120، يعني هيطلع معاك الكرنت بكام؟ هيطلع معاك 20.83 امبير. طيب هل تقدر تجيب لي الاي 2 ده كده اللي هو اي 2 داش؟ مش عشان برضه عاملين الكلام بشكل مظبوط كده. الحاجه مهمه جدا، صحيح حاجه مهمه جدا جدا، احنا عملنا ريفيرنج للبرايمري سايد، مظبوط؟ عملنا ريفيرنج للبرايمري سايد. انا هنا قلت 120 لان انا اسيومد ان انا شغال عند، يعني هو هنا بيقول لي لاحظ الحته دي ان هو بيلعب معاك فيها، بيقول لك انت شغال عند 120 فولت ده في اللود. طب ما هو اللود بيتحط على السكندري، يبقى 120 دي لازم تعمل لها ريفيرنج، تمام؟ يعني دي هتعمل لها ريفيرنج. طب يبقى انا هجيب ال V2 داش زي ما قلنا، ال V2 داش اللي هي بتبقى تساوي V2، يبقى دي اللي هي بعد ما عملت لها ريفيرنج للبرايمري، دي ال V2 سكندري تساوي N1 على N2، يبقى تطلع 120 على 480 على 120، يعني هتطلع 480 فولت، تمام؟ وبالتالي انا هنا اللي لازم استخدم في قوانيني، نمسح بقى الحته دي لانها غلط، لازم استخدم في قوانيني الحاجه الداش اللي هي دي كده 480 فولت، تمام؟ وهنا برضو هستخدم اللي هي الحاجه الداش، فدي هتبقى على 480، وبالتالي الرقم ده مش هيبقى مظبوط، هتلاقيك بتقسمه على 4 هيطلع معاك 5.215 تقريبا او حاجه زي كده. طيب يبقى انا لو جبت الاي 2 داش بقى كفيزر هيطلع معايا ايه؟ 5.215. والزاويه بتاعتك اخبارها ايه؟ الزاويه بتاعتك هي سالب ال 31.78 اللي احنا لسه جايبينها. ليه؟ عشان هو قال لك لاج، فبالتالي انا حطيت نيجاتيف عشان هو قال لك لاج. ده كده الامبير والامبير. طيب انا جبت ده، ده اول جزء عندي،
يبقى ده انا كده خلاص عرفت جبته اهو. محتاج اجيب مين؟ محتاج اجيب الاي نود. طيب انا عشان اجيب الاي نود الاول هلجأ ان انا اجيب الفي 1 الاول، بمعنى انا اي 2 داش جبتها، يبقى اي 2 داش لو ضربتها في الامبيدنس دي وجمعت عليها الفولتج اللي هنا، احنا بنكتب بقى 480، نعدلها 480 عشان ما تتخبطش. وجمعتها على الفولتج اللي هو 480 وزاويه صفر، يبقى انا جبت الفي 1 ده من خلال ايه؟ من خلال الكي في ال لو طبقته على اللوب دي. تمام؟ فهقول ايه؟ هقول دلوقتي هروح اول حاجه هجيبها الفي 1 وده هو اول مطلوب عندنا. يبقى في 1 ايكوال ايه؟ ايكوال اي 2 داش ار ايكوفلنت زائد جي ايكوفلنت زائد الفي 2 داش. طيب اي 2 داش اللي انت لسه جايبها اللي هي 5.2 كذا دي وزاويه سالب 31 شويه، في الاكس ايكوفلنت، الاكس ايكوفلنت لسه حاسبها بكام؟ ب 1.2 زائد الجي اكس ايكوفلنت ب 2 زائد ال V2 داش اللي هي ب 480 زاوية صفر. الكلام ده هيطلع لك ايه؟ هيطلع لك القيمة بتاعتك بتاعت الفولت والزاوية بتاعت الفولتاية بتاعتك. خلاص؟ طيب هو انت هتقول لي ازاي بدخل ال حاجة زي كده على على الآلة؟ عادي، هتلاقي في الآلة في الكومبلكس مود وتقدر تدخل الفاليوز بتاعتك، انك بتدوس هتلاقي العلامه دي هتلاقيها عندك في الناس، خصوصا الناس اللي عندها 991 في كومبلكس مود. خلي بالكم في الاله دي حته برضو عايزين ننوه عليها جدا. الكومبلكس مود ده استخدموه ان انتوا تعملوا الاوبريشن دي كلها. تمام؟ ده هيسهل عليك جدا الحسابات بتاعتك. تمام كده؟ طيب يبقى انا لو جبت الفي 1 خلاص انا كده جبت اول مطلوب عندي. هو عايز ايه؟ كان طالب مني الفي 1 اللي هو الفي انبوت، ده خلاص جبته succeeded، يبقى ده الفيرست ريكوايرد. هروح اجيب مين دلوقتي؟ اروح اشتغل بقى اشوف الاي 1 بكام. الاي 1 اتفقنا ان هو اي نود زائد اي 2 داش، فاضل لي اجيب الاي نود. طيب الاي نود لو هتلاحظ في حاجه ظريفه كده، ان هو متقسم لفرعين، هتلاقيه مسميه اي سي واللي هو الاي ام، مش كده؟ كأنه هو دخل على النود دي واتقسم لفرعين اي سي واي ام. يبقى انا عندي هنا، تعالى بقى نكمل ونقول تو جيت الاي نود. تمام؟ فهنقول الاي سنس ان الاي نود ايكوال الاي سي زائد الاي ام. طيب ما هو الاي سي ده هو ايه؟ الاي سي ده هو عباره عن الفي انبوت مقسوم على الار سي، لان ده كانه هو الفولتايه اللي ابلايد على الريزيستنس دي، صح؟ ونفس الكلام الاي ام هو ايه؟ هو الفي انبوت على الجي اكس ام. يبقى انا الاي سي هو الفي انبوت اللي انا لسه حاسبه، او الفي 1 اسميها في 1 عشان ما تتلخبطش، في 1 على الار سي. هتطلع معاك حاجه امبير. طيب الفي 1 ده اللي انت لسه حاسبه فيرست ريكوايرد هنا. طب هتجيب الاي ام، الاي ام هو في 1 على جي اكس ام. طب ما هي الار سي اللي هي هعوض عنها بكام يا باشمهندس؟ هعوض عنها باللي هي القيمه بتاعتنا اللي هي 3000. يبقى انت هتعوض بالار سي بال 3000 اوم. طب والجي اكس ام يبقى احط جي والاكس ب 500 يبقى جي 500. طيب والفي 1 اللي انت لسه حاسبها فوق هنا هيطلع معاك برضو حاجه وحاجه امبير. حضرتك هتروح تجيب الاي نود، هتجمع الحاجتين دول اللي هو ده الاي سي وهتجمع الاي ام، يبقى الاي نود ايكوال ايه؟ ايكوال الاي سي زائد الاي ام. يبقى انت خلاص ده جبته عندك، ده خلاص جبته عندك كده بالامبير. وهتروح تجيب بعد كده الاي 1، الاي 1 ده اللي هو الانبوت كارنت اللي هو بقى بيساوي الاي نود زائد الاي 2 داش. خلاص ده معاك، انت لسه حاسبه من القصه اللي احنا عاملينها، والاي 2 داش ده اللي هو كان مطلوب اللي فات. فانت جبت مين؟
جبت الاي 1 ده اللي هو مين السكند ريكوايرد عندك كده. كمان جميل. طيب يبقى ده اول مطلوب او ده اللي هي البوينت ايه ده كده بروبلم نحل في السولوشن ده كده. ده كده اللي هو مطلوب ايه. طيب المطلوب بيه بقى يبقى بروبلم 7 بي هتعمل نفس الفيلم اللي فات كله. كل ده هتعمله تاني هو هتطلع معاك نفس الارقام يعني ما تقعدش تعيد المساله من اول وجديد. كل اللي هتعمله ان انت في اي 2 داش بدل ما هتحط نيجاتيف هتحط بوزيتيف لان هو قال لك ليدنج باور فاكتور. يبقى اللي تشينج اوكيرز ات اي 2 داش. اي 2 داش هيطلع معاك كام؟ هيطلع معاك مش عارف 5.2 مش عارف ايه. والزاويه بتاعتك هتبقى بوزيتيف. هتبقى بوزيتيف لان هو بيليد ده كده معناها ليدنج الفولتج بتاعك. يبقى ده بلس كام؟ 6 1 مش عارف 31.78 خلاص كده. يبقى ده كده هتعمل الكلام ده وهتمشي نفس الستبس. هتمشي نفس الستبس هتجيب الاي 2 داش هتضربها برضو هنا وتجمع عليها الفي 2 داش وتجيب في 1 وتمشي نفس القصه. هتلاقيك جبت الايه الخطوات. كل اللي هيختلف بس الليدنج ده وتمشي نفس الخطوات تاني. عندي المسألة رقم 8 بتقول لك ايه؟ بتقول لي انا عندي 500 كيلو فولت امبير ترانسفورمر. الفولتج ريشيو بتاعتي زي ما هو كاتبها. هتلاقيها بقى على كده نشوف. دي ده نوع مسائل يعني الجزء اللي احنا حليناه من شوية ده نوع مسائل واللي جاي ده 8 و9 ده نوع مسائل و10 نوع مسائل او نوع مساله مختلفه شويه عن اللي فات. المهم يعني فيها قوانين جديده انسوا. طيب تعال نشوف المساله رقم 8 بتقول لي ايه. المساله رقم 8 تحكي لك بتقول لك انت عندك ترانسفورمر بالمنظر ده بيقول لك 500 كيلو فولت امبير وال الفولتج ريشيو بتاعتك كده سنجل فيز ترانسفورمر. عملت عليه شويه تيستات عشان تلاقي الايكويفالنت سيركت بارامترز. يعني ايه الكلام ده؟ يعني تعال نكتب بقى بروبلم 8 الايكويفالنت سيركت بارامترز اللي هيقصد بيها مين؟ اللي هيقصد بيها الار ايكويفالنت والاكس ايكويفالنت والار سي والاكس ام. تمام كده اللي هم كانوا في الشكل ده اللي احنا لسه كنا بنتكلمين عليه ار ايكويفالنت والاكس ايكويفالنت دي اكس ايكويفالنت ودي اللي هي الايه الامبيدنس بتاعتك. ده هو شو عمل شويه تيستات عمل القصه دي. طب ايه شويه التيستات دي؟ هم تيستين. عمل حاجه اسمها اوبن سيركت تيست وعمل حاجه اسمها شورت سيركت تيست. واحدة واحدة بقى ونشوف ايه معنى الكلام ده. طب هو مديني بيقول لي ان التيست ده اتعمل بالمنظر اللي قدامك الفولتايه والكرنت ومديني كل حاجة. مديني جدول كده بيقول لي الفولت والكرنت والباور لكل كيس. يبقى ده كده الجيفن. طب الفولتايه في اول كيس كانت ب 230 والكرنت بتاعي كان 94 والباور كانت ب 2250. وعندك هنا الفولت ب 100 والكرنت 230 والباور ب 9200. طيب عايز يلاقي عايز جيت الايكويفالنت سيركت بارامتر يبقى ده ريكوايرد ريفيرد للبرايمري سايد. يبقى ده كده ريفيرد تو برايمري سايد. تمام. اول حاجة عشان تقدر تحل حاجة زي كده تروح تعمل ايه؟ فاول حاجة لازم اعمل ريفيرنج اصلا لل هو طبعا جيفن مين برضو عشان برضو كاتبين كده جيفن ان انا عندي الاس ريتد هي 500 كيلو فولت امبير
وعندي ال V1 على V2 2300 على 220 فولت. تمام. اللي عايز اقوله لك ان في حاجه مهمه جدا، هي ان الفولتج هنا لو هتبص هتلاقي 230. 230 ده لو هتلاحظ هتلاقيه هو كانك عملته عند السكندري، يعني ده كده. عاده انا لما بنعمل اوبن سيركت تيست، الاوبن سيركت تيست بيتم ات الفي فول او الفي فول لود، تمام، يعني بجيبه اللي هو الماكسيمم فاليو بتاعته. تمام. والشورت سيركت تيست بعمله ات الريديوسد فولتج، بعمله عند حاجه اسمها ريديوسد فولتج. ليه؟ عشان لو انا عملته عند الريتد فولتج، ده اسمه الفي في اللود، ممكن نسميه في ريتد احسن. تمام. لان انا لو عملته عند الريتد فولتج بيمر تيار كبير قوي في الدايره، فبيبقى اعلى من الريتد كارنت بتاع الترانسفورمر وممكن يحرقه. فعشان كده بلجأ ان انا بعمله ات الريديوسد فولتج. لو حسبت القيمه دي تقريبا هتلاقيها 100 على 230 اللي هي الريتد، هتطلع تقريبا معاك 0.4 تقريبا كده الريشيو ما بينهم يعني. فاحنا بنعمل ريدكشن للفولتج عشان اتفادى عمليه ان الكرنت بتاعي ما يزيدش عن الريتد فاليو فيحرق او يبوظ الانسوليشن بتاعت المكنه عندي. يبقى انا فهمت من هنا ان الفولتج ده بتاع السكندري وده السكندري، والاي اكيد طبعا هو الكرنت بتاع السكندري. مظبوط. لو بتكلم على الكيس بتاعت الاوبن سيركت تيست، فالاوبن سيركت تيست بيتعمل ازاي؟ ان انا دلوقتي بجيب الدايره اللي انت لسه شايفها، وده اللي هي قلنا الار ايكويفالنت، وده اللي هي ايه اكس ايكويفالنت، وبتخلي اللود بتاعك مفتوح ما بتحطش لود، وبالتالي الاي 2 اللي هتمر هنا كام؟ بزيرو، فما فيش تيار هيمر هنا. فكل التيار بتاع الدايره لو انت حطيت بقى سورس، يعني انت لو حطيت هنا في انبوت، فالتيار اللي هنا اللي هو في 1 نسميه مثلا دي في انبوت دي او نسميها في 1، هو التيار اللي ماشي هنا اللي هو الفي نود. يبقى اي 1 ايكوال الاي نود. ليه؟ عشان اي 2 ايكوال الزيرو في الكيس دي. طيب يبقى انا هنا في الكيس الاولانيه، انا لما بعمل اوبن سيركت تيست هقدر اجيب منه ايه؟ هقدر احسب منه، يعني الغرض من اوبن سيركت تيست تو جيت الاوبجيكتيف تو جيت الار سي والاكس ام، يبقى دول اللي هقدر اجيبهم من اوبن سيركت تيست. طيب الكلام ده انفذه ازاي؟ تعال نشوف مع بعض. لو انا دلوقتي بقول لك ان اول حاجه مديني الباور، الراجل مديني الباور وبيقول لي ان هي ب 2250. طيب حاجه مهمه جدا، الفولتج ده هعمل له ريفيرنج للبرايمري، هعمل له ريفيرنج للبرايمري، والكرنت ده وسوري والفولتج ده برضه لما هاجي الجا للشورت سيركت تيست هعمل ريفيرنج ليه. طب احنا بنتكلم دلوقتي على الاوبن سيركت، فانا هعمل ريفيرنج للفولتج والكرنت للبرايمري سايد. فهجيب ده كده، نقول بقى السولوشن بتاعنا، السولوشن اول حاجه شد بس خط عشان طيب يبقى انا هعمل ريفيرنج تو برايمري سايد. طب ليه عملت ريفيرنج للبرايمري سايد مش السكندري سايد؟ عشان هو بيقول لي انا عايز القيم بتاعت الار سي والاكس ام والار ايكويفالنت والاكس ايكويفالنت ريفيرد للبرايمري، فسهل على نفسي وبالتالي فاعمل ريفيرنج للبرايمري سايد. يبقى الفي داش ايكوال الفي مضروبه في الايه؟ ده كده كانها برايمري ودي كانت السكندري، مضروبه في الان 1 على الان 2. طب الفي سكندري بكام؟ ب 230، وان 1 على ان 2 هي الفي 1 على في 2 اللي هي قلنا 2300 على 230، يعني هتطلع معاك الفي داش بكام؟ ب 2800 فولت. يبقى ده كده الفي داش برايمري او اللي هي في 1 يعني. تمام؟ ده كده بالنسبه لك اللي هي الفي 1. الفي 1 دي هي الفي داش. دي اللي هو عمل عندها التيست، دي الفولتايه اللي عمل عندها التيست. طيب محتاج اروح احسب ايه؟ محتاج اروح احسب حاجه ظريفه جدا الا وهي الباور فاكتور. طيب
هو انا دلوقتي محتاج الباور فاكتور، يبقى هقول الباور، مش انا عندي الاكتف باور هي الفولتج في الكرنت في كوساين الفاي. طيب هو مديك، طب قبل ما نقول القانون ده هقول برضو الاي داش عندك هي قيمتها بكام؟ هي قيمتها بالاي مضروبه في ان 2 على ان 1. تمام، يبقى الاي الاي داش دي او اللي هي الاي 1 دي، تمام كده، هي اي في ان 2 على ان 1. طيب يعني دي كده هسميها اي داش، خلي دي كده اي 1، اي 1 دي خليها كده نقولها هنا عشان ما تتلخبطش، هي اي داش. الاي اللي مديها لك بكام في الاوبن سيركت تيست؟ ب 94. يبقى دي اللي هي 94 عندك، والان 2 على ان 1 اللي هي 230 على 2300، فتلاقيها طلعت معاك بكام؟ 9.4 امبير. ده بعد ما عملت ايه؟ بعد ما عملت ريفيرنج للكرنت ده للبرايمري سايد، وبعد ما عملت ريفيرنج للفولتج ده للبرايمري سايد، لان من الواضح ان الفولتج ريفيرد للسكندري سايد، وبنفس المنطق يبقى الكرنت ماله ريفيرد للايه؟ للسكندري سايد. طب عايز تتاكد حضرتك تقدر تجيب من هنا الاي ريتد بتاع البرايمري والاي ريتد بتاع السكندري، وتشوف الفاليوز دي كسرها ولا لا. يبقى انا لو جبت الاي ريتد هقول ان هو 500 كيلو فولت على 230 2300، تمام. هتحسب الكلام ده هيطلع لك حاجه بالامبير. تعالى نحسب الريتنج الاي 2 ريتنج 500 برضه. ده ممكن تعمله از تشيك بسيط، يعني تكمبير الفاليوز بتاعتك ايه. فلو جيت حسبت الحسبه دي كده، تعال نشوفها مع بعض. قلت 500000 500000 على 2300، فتطلع معاك 217.4 امبير، تمام. واللي تحت دي لما هتيجي تحسبها تطلع معاك 2217.4 بوينت تقريبا 3.0 امبير، تمام. يعني دي بال2000 ودي بالالفات ودي بالايه؟ بال100. طيب فعادة لما انا لقيت الفولتج معمول له ريفيرنج للسكندري، فاوتوماتيك برضو انا بقدر اديديوس ان الكرنت بتاعي هو ريفيرد لمين؟ للسكندري سايد بتاعتي، تمام. فنكمل كلامنا. يبقى انا لو هجيب هنا الباور بتاعتي هي ايه؟ هي الفي داش في الاي داش اللي احنا لسه عاملينها من شويه. طيب الباور هي كام؟ هي 225 واط، والفي داش بتاعتي هي 2300، والكرنت بتاعه 9.4، وده كوزاين الفاي. يبقى انت هتجيب الكوزاين الفاي بتاعتك هتطلع معاك 1.1، وده طبعا لازم يطلع لاج. ليه لاج؟ لان الامبيدنس هنا فيها اكس، فالاكس دي اكس ام، ده اندكتنس، فالاندكتنس ده اكيد هيعمل لك لاجنج في الايه؟ في الدايره، مش هيعمل لك ليدنج. يعني لو جيت حسبت الفاي هنا هتطلع كوزاين انفرس للقيمه اللي انت جايبها دي كده، اللي هي ممكن نسميها الباور فاكتور، هتطلع معاك 84.2 ديجري. طيب محتاج بقى اعمل ايه؟ انا خلاص عرفت الكرنت وعرفت الاي داش ده اللي هو كانه هو الاي نود. يبقى انا عندي كده الاي بقى نود، او اللي هو بالنسبه لي هو الاي داش ايكوال ايه؟ ايكوال 9.4 الماجنتيود اللي احنا لسه جايبينه، والزاويه بتاعتي هتبقى ايه؟ بالسالب وسالب الانجل دي، سالب 48 84.02 خلاص كده امبير. نرسم تاني الدايره هنا عشان تشوف وما تتلخبطش. دي الار سي ودي الاكس ام. ده انت كده جبت التيار اللي هو هنا الاي نود ده، ومعاك الفولتج اللي هنا الفي 1 ايكوال 230، وهفترض الزاويه بتاعته صفر. اتفقنا كده؟ يبقى انا هفترض ان التيار بتاعي بالمنظر ده. من الطرق الظريفه ان انت تعملها
انك انت تشوف الاي سي. هنا هتلاقي في تيار اسمه اي سي وفي تيار اسمه اي ام. حل، يا ريت تحل بالطريقه دي هنا عشان ما تتلخبطش، يعني ما تقولش الفي واحد على اي نود يبقى اقدر اجيب الامبيدنس. الامبيدنس دي هتعك معاك لان الزد هنا هي ار سي بارلل للجي اكس ام، فهتعك معاك. ما تشتغلش بالاسلوب ده، يعني ما تروحش تجيب الزد وبعد كده تحللها، لا انت تمشي بالابروتش اللي انا بقول لك عليها، هيبقى سهل لك كتير. الابروتش اللي بقول لك عليه ايه؟ ان الاي نود ايكوال الاي سي زائد الاي ام. الاي سي ده هتلاقيه هو الريل بارت بتاع الاي نود، والاي ام ده هو الايماجينري بارت بتاع الاي نود. اصلا لما تيجي تحسب كده ليه؟ عشان انا فارض ان هنا الزاويه صفر، فلما هتقول 2300 على الار سي كانك بتقول بتجيب حاجه ريل فاليو، اول مش هتجيب كومبلكس فاليو، فده كده اللي هيطلع معاك. طب الاي سي زائد الاكس ام ده اللي هو ايكوال ايه؟ هحلل ده بقى ابروتش جديد، هحلل الماجنتيود والزاويه دول للاتي. هقول ان هو عباره عن اي كوزاين الزاويه دي، اسمي الزاويه دي حتى بالسالب كده فاي، تمام، زائد جي، سيبك ملخبطك انت، الفاي دي انت لسه جايبها اللي هي قيمه الزاويه دي، وتحط سالب هنا. ليه سالب؟ عشان هنا دي هنا تلاقي هنا سالب، بتحط هنا سالب نيجاتيف الجي ساين الفاي. هتعمل ايه؟ هتحلل الاي نود دي للاتي، هتقول ان الاي نود از ماجنتيود هو 4.9.4 في كوزاين الفاي، كوزاين الفاي انت لسه جايبها ب 0.14 ناقص الجي في الاي اللي هي بكام؟ ما انت ده هيتوزع هنا وهيتوزع هنا، فهتلاقيها برضو بتقول جي الاي نود مضروب في ساين الفاي. محتاج اروح احسب ساين الفاي، يعني ما اروح محتاج اروح احسب ساين الزاويه دي. ساين الزاويه دي لو لما تيجي تحسبه هيطلع حاجه، يعني لما هتيجي تحسب بقى الفاليو دي كده توتال جنرال، يعني عشان بس انا ما حسبتش الساين دي مع نفسها كده، انا حسبتها لما ضربها في الفاليو اللي هنا يعني. بس انت عادي ممكن تروح يعني تجيب، هتطلع معاك بقيمه، القيمه دي تروح تضربها في الايه، في 9.4، تمام، وهنا هيطلع لك الفاليو. الفاليو اللي هتطلع هنا كام؟ هتطلع معاك 0.9 ماينس 9.349 جي، تمام. طيب الجزء ده هو مين؟ هو الاي سي. طيب والجزء ده بالسالب هو مين؟ ده اللي هو الاي ام. طيب الاي سي ايكوال الفي واحد على الار سي اللي هو ايكوال كام؟ اللي هو ايكوال 2300 وزاويه صفر على الار سي. يبقى اذا الار سي هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن ال 2300 والزاويه صفر على قيمه الكرنت اللي هو اي سي اللي هو 9.9783، يبقى انت كده جبتها بالاوم. طيب بالنسبه للاي ام، الاي ام هي اصلا عباره عن ايه؟ هي عباره عن في واحد كفيزر على جي اكس ام. الجي دي لما بتطلع فوق بتطلع سالب، يعني بتطلع سالب جي في واحد على الاكس ام. طب ما هي دي ايكوال ايه؟ ما انت لسه جايبها ايكوال نيجاتيف 9.349 جي، يعني الجي دي هتروح مع الجي، مع نيجاتيف الجي هيروح مع نيجاتيف الجي، وهيتفضل لك الاكس ام. يبقى انت هتقول الاكس ام هي عباره عن ايه؟ عباره عن الفي 1 على الفاليو دي اللي هي 9.3 4. الفي 1 اللي هو بكام؟ اللي هيبقى 2300 اوم. لما هتحسب الاكس ام هتطلع معاك بكام؟ هتطلع معاك ب 2462 اوم. ولما هتحسب الار سي هتطلع معاك 2300. يبقى ده اول، ده جزء من ضمن المطالب اللي احنا محتاجينها في البارامترز، يعني ده كده اول جزئيه احنا جبنا منها البارامتر اللي هي ايه؟ ان انا حسبت الار سي وحسبت الاكس ام عندي. من خلال بقى التيست الثاني اللي هو ايه؟ الشورت سيركت تيست. شورت سيركت تيست ده معناه ايه؟ معناه ان انا دلوقتي عندي جبت الترانسفورمر بتاعي اهو ار ايكويفالنت اكس ايكويفالنت،
وبدل ما احط لود لا حطيت سلكه، كل اللي عملته اني وصلت بسلكه يعني. طب ده كده كأن عملت ايه؟ كأن عملت شورت سيركت. قيمه التيار اللي بتمر هنا هنسميها اي 2، قيمه التيار دي بتبقى كبيره قوي، اكبر بكتير من الاي نود. يعني احنا بنأسيوم ان اي 2 تمام جريتر ذان الاي نود قوي، فبنجلكت البرانش ده، بنجلكت الافكت بتاع البرانش ده، وبناخد البرانش ده بس اللي هي الار ايكويفالنت والاكس ايه والاكس ايكويفالنت عندك. طب انا لما اعمل القصه دي يبقى انا كاني همسح ايه، همسح الجزء ده بقى عشان ما تتلخبطش. عملت له انجلكشن يعني كان الاي نود اعتبرته كانه بزيرو هنا. طيب وهقول ان هنا حطيت في شورت سيركت. طيب الراجل على فكره مديك ايه بقى؟ الراجل هتلاقيه مديك ده جيفن، ومديك الاي 2 جيفن تمام، ومديك الباور اللي اتسحبت تمام كده. طيب الكلام ده بمنتهى السهوله اقدر احسب ايه، او اقدر اكالكوليت حاجه زي كده ازاي؟ هو دلوقتي مديني الفي ب 100، ومديني الاي ب 230، والباور ب 900 9020. يبقى انا هكتب البارامترز دي هنا، يبقى الفي ايكوال 100 فولت، والاي ايكوال 230 امبير، والباور ايكوال كام؟ 9200 واط. ده كده نكتب الجيفن. لو لاحظت حاجه هتلاقي ان الكرنت ده اكبر من الريتد بتاع البرايمري، يعني معنى كده ان هو ده ايه، ده كده ريفيرد للسكندري، لان السكندري الريتنج بتاعك وصل لغايه 2000 وشويه، لكن البرايمري هو 217، فبالتالي انا فهمت ان 230 دي هي اعلى من الريتد، وبالتالي فانا اقدر اقول ان هي ريفيرد لمين؟ للسكندري، اعلى من الريتد بتاع البرايمري. يعني هي دي كده معناها ان هي ريفيرد للسكندري او موجوده في السكندري. طيب يعني لما هروح للبرايمري هتطلع اقل من كده، هتطلع ايه بقيمه اقل من كده. طيب هعمل القصه دي ازاي؟ هطبق القانون بتاعي تمام. طيب نستكمل الجزء ده تمام. من احد الحاجات يعني هي دي غلطه في الشيت، يعني ممكن تبقى غلطه في الشيت شويه، او ممكن نعتبرها ان هي نوت efficient enough values، او الفاليوز مش متظبطه بالظبط. ان انا دلوقتي بتكلم ان 230 ده هو فعليا، لان انا استغربت لما هروح للبرايمري القيمه دي هتبقى قليله قوي تمام، هتطلع حوالي 23 امبير. فال 23 امبير ده بالنسبه للريتد بتاع البرايمري اللي هو 217 هو قيمه قليله قوي، يعني بالنسبه ل 217 هو قيمه قليله قوي. في الحقيقه ان لما بعمل الشورت سيركت تيست بحاول اوصل الاي شورت سيركت يبقى ابروكسيميتلي الاي ريتد، يعني بحاول اوصله ان هو يبقى ايه الريتد كارنت بتاع المكنه تمام. فنسبه للكلام ده لو انا جيت قلت ان الاي سكندري دلوقتي او اللي هو اي شورت سيركت ده هو ريفيرد للسكندري، ده معناه ان هو 230 تمام، على يعني اقول ان هو نسبته قد ايه من الاي ريتد بتاع السكندري، هقول ان هو 230 على تقريبا 2170 هيطلع حوالي 10%، وده مش منطقي يعني، ده في الحسابات بتاعتنا مش منطقي. فالاصح ايه؟ الاصح او الادق يعني في الاكزامبل ده ان احنا هنقول ان هو ريفيرد للبرايمري، يعني هي دي كل الحكايه، ان يبقى ده الاي شورت سيركت بتاعي ريفيرد للبرايمري. هو ابروكسيميتد للاي ريتد، الاي ريتد هنا بكام؟ ب 217.4، وده تقريبا يعني 230، فهي حاجه قرب منه وخلاص. لكن ده اصلا ما يفضلش ان انت تشتغل يعني اعلى من ريتد، لكن لو الزياده عندك حاجه طفيفه جدا فاحيانا ما بتبقاش عائق قوي، يعني الترانسفورمر بيتحمل تقريبا 1.2 من الريتد فاليوز بتاعتك، يعني دي بيحطوا سيفتي فاكتور يعني. ما علينا يعني من الفيلم ده. اللي عايز اكد عليه تاني ان انت بتعمله عند ريديوسد فولتج تقريبا نص الشورت سيركت ات ريديوسد فولتج، القيمه بتاعتك بتبقى حوالي قد ايه؟ من حوالي 0. يعني بنتكلم من 0.3 ل 0.4 او 0.5 من الفي ريتد تمام. يعني انا بطبق
الشورت سيركت لازم يتطبق عند كده. وبالتالي انا فهمت ال 100 فولت ده هل هو ريفيرد للسكندري ولا برايمري. تعال نشوف الريشيو دي، اقول ال 100 على ال 230 هتطلع معاك تقريبا حاجه يعني ابروكسيمت ال 0.4 مثلا. تمام، لكن لو جيت قلت 100 على 2300 هتطلع معاك 0.04. يبقى القيمه دي الادق ان هي تبقى ريفيرد للسكندري ولا برايمري، ده اللي هو السكندري وده اللي هو البرايمري. الادق ليها ان هي واقعه، يعني ال 0.4 ده ان رينج بلونج للرينج اللي احنا بنتكلم عليه، ال 0.3 لل 0.4 او 0.5 بتاع الفي ريتد. يبقى انا اللي فهمته ان كده الفي سكندري او الفولتج بتاع شورت سيركت بتاعي واقع في الايه، في السكندري سايد، بينما الكرنت بتاعك لا هو في البرايمري سايد. طيب اللي عايز اكد عليه تاني ان انت هنا في الاوبن سيركت ان انا بحاول اخلي الفي واحد ابروكسيميتلي الفي ريتد، ده كونديشن، خلي بالك ده كونديشن، انا مش بتكلم على حاجات اعتباطي، ده كونديشن. طب انا فهمت منين ان الـ الفي واحد اللي هو مدياني 230 قرب الفي ريتد؟ تعال نشوف، ما هو مديني اصلا الفولتج ريشيو اللي هي 2300 على ال 230، ف 230 دي اكيد مستحيل تبقى عند البرايمري، لان هي نسبتها كده او هي تبقى يعتبر 10% من الريتد بتاع الفولتج بتاع البرايمري. لكن لو بصينا على السكندري هتلاقيها هي 100% من الريتد كارنت بتاع السكندري، من الريتد فولتج بتاع السكندري. يعني بالتالي هي ايه، كانها يعني هي الفي 1 كده ايه، هي ابروكسيميت الفي ريتد، او هي الفي ريتد عندك في الاكزامبل ده. انا عارف ان الموضوع ده يعني احيانا بيلخبط شويه، بس حاول تركز فيه. كل اللي هنعمله ايه، ان احنا هنحاول نعمل ريفيرنج للكلام ده، يعني نعمل سولوشن، يبقى السولوشن بتاعنا نحاول نعمل ريفيرنج للايه، للبرايمري سايد. ايه اللي هحتاج اعمل له ريفيرنج؟ الفي. يبقى انا هقول ان الفي عندي هي ايه، الاقي ان عندي الفي بتاعتي هي، اقول ان هي في داش ايكوال الفي في ان واحد على ان اتنين. ليك بتقول ان 100 في 2300 على 230 تطلع معاك 1000 فولت. دي كده اللي هي في داش، او اللي هي في شورت سيركت داش، نعمل اللي هي في شورت سيركت داش اللي هي هنا دي كده بعد ما عمل لها ريفيرنج. طيب الاي اللي هو مديهاني هل احتاج اعمل لها ريفيرنج؟ لا. ليه؟ لان هي اوريدي القيمه بتاعتها زي ما اتفقنا ابروكسيميت مين الريتد كارنت. طيب الباور دي البي دي هقول ان هي ايه، خلاص تعريف الباور هيبقى الفي شورت سيركت داش في الاي، لان في شورت سيركت داش دي اللي هي كانها برايمري، وده كانه هو بتاع برايمري، لكنك قلت ده مضروب في الكرنت اللي هو ده اللي هو اي 2 يعني. طيب فالاي برايمري اللي انا عمال بتكلم عليه ده اللي هو في الدايره يا جماعه اي 2، تمام، اللي انا رسمه هنا اي 2، فهو ده كده كوزاين الفاي. فهتروح تعوض، يبقى انت تقول 9200 اللي هو قيمه الباور ايكوال ايه، ايكوال الفولتج بتاعك اللي هو 1000 اللي انت لسه جايبه هنا، مضروب في الكرنت اللي هو مضروب في كوزاين الفاي. هتروح تحسب كوزاين الفاي عندك تطلع معاك 9200 على 1000 في بتاع ده، يطلع معاك تقريبا 0.4 لاجنج باور فاكتور. تمام، طيب هتروح تجيب الفاي شورت سيركت هتطلع معاك بفاليو معينه. تمام، طيب هجيب بعد كده ايه، هجيب بعد كده الزد ايكويفالنت. طيب الزد ايكويفالنت اقدر اجيبها بسهوله؟ ما الزد ايكويفالنت دي اللي هي ار ايكويفالنت زائد جي اكس ايكويفالنت. ما انت عارف، انت عارف ان الفي شورت سيركت داش هفترض ان هو ايه، هو اللي احنا لسه جاي اللي هو 1000 فولت وزاويه صفر، هفترض ان هو كده. تمام، يعني بلاش نحط الزاويه هنا لان جايب ماجنتيود، فاقول ان هو 1000 وزاويه زيرو. طيب مقسوم على مين؟ مقسوم على الكرنت بتاعي اللي هو اي 2،
خلي بالك انا بجيب ايه، بجيب الزد دي كده توتالي اسمها زد، زد ايكويفالنت. فانا بقسم الفولتج على التيار هيديني الزد دي. فانا عملت كده اللي هو في شورت سيركت على الايه، على التيار. التيار بتاعك ده هتجيبه اللي هو عن طريق ايه، هتقول ان هو ال 230 امبير بتاعتك والزاوية بتاعتك هي ايه اللي انت جايبها من هنا، الفاي شورت سيركت دي. يبقى الفاي شورت سيركت هي ايه، كوزاين الانفرس لل 0.04، هتروح تطلع قيمتها. اه وبالتالي يبقى اللي هنا هيبقى 230 سالب الفاي اللي انت لسه جايبها، وهتطلع معاك الفاليو بتاعتك. تمام، هتطلع معاك كومبلكس يعني حاجه كده. هتاخد الاي ده هو مين، هو الار ايكويفالنت، والبي ده هو مين، هو الاكس ايكويفالنت. يبقى انت كده جبت ايه، جبت الايكويفالنت توتال ايكويفالنت بارامتر بتاعتك للدايره. يبقى انت خلاص كده جبت المطلوبين. يبقى الايكويفالنت بقى ايه، خلاص احنا كده جبنا كل حاجه، جبنا ايه، جبنا الاكس ايكويفالنت، الار ايكويفالنت، الاكس ايكويفالنت، والار سي، والاكس ام. في ناس بتعمل حاجه ظريفه بعد ما بتعمل كده، اللي هي بعد ما تجيب الار ايكويفالنت والاكس ايكويفالنت تقول لك ان الار ايكويفالنت هي ايكوال ايه، ايكوال ار 1 زائد ار 2 داش. فبنقول اسيوم، ده لازم تعمل فرضيه، ان ار 1 ايكوال ار 2 داش. تمام، وبتروح يعني الفاليو دي هتبقى 2 مثلا ايكوال مثلا الار، يبقى دي هتبقى 2 الار، وتروح تطلع قيمه الار هتبقى هي ار ايكويفالنت على الاثنين، ودي اللي هي تبقى ايكوال الار 1 اللي هي الريزستنس بتاعت البرايمري سايد، والار 2 داش اللي هي بتاعت السكندري سايد. ونفس الكلام في الاكس ايكويفالنت، بقول ان هي عباره عن اكس 1 زائد اكس 2 داش. فبنقول اسيوم، ده بتعمل اسامبشن كده يعني، اسيوم ان اكس 1 ايكوال اكس 2 داش، وبتروح تجيب ال اكس 1. تمام، دي مثلا ايكوال اكس، ونقول ده كله توتال ايكوال 2 اكس. يبقى الاكس ايكوال اكس ايكويفالنت على 2 ايكوال اكس 1 ايكوال اكس 2 داش. خلاص ده لو عايز تجيب كل واحده على حده يعني، اللي هي بتاعت البرايمري سايد والايه والسكندري سايد. خلي بالك ان انت جبت بتاعت الار 1 وجبت بتاعت الار 2 داش. طيب انا محتاج اجيب الار 2 مش الار 2 داش، يعني بعد ما عملت كده اروح اعمل ريفيرنج بقى للسكندري تاني. فالار 2 دي كده بتاعت السكندري، هتقول ان هي ار 2 داش بتاعت البرايمري. في مين؟ في الان 2 على ان 1 الكل سكويرد. تمام، طيب اللي هي كانت قيمتها كام؟ ان 2، ان 2 على ان 1 اللي هي 230 على 2300 كل سكوير. طيب وبنفس الكلام هنا، بعد ما هتجيب الاكس 2 داش هتروح تجيب الاكس 2، تقول ان هي اكس 2 داش في ان 2 على ان 1 الكل سكوير، وتطلع الفاليو بتاعتها. ده كده انت بالظبط اللي هو عايز يجيب. انت كده ده الريكوايرد بالظبط منك، اللي هو ده الحاجات اللي انا معلم عليها بالاحمر دي. واحد الاكس 1. ده كده اللي هو المساله رقم 8. البروبلم رقم 9 يقول لك ايه؟ بروبلم رقم 9 عندك مديك ترانسفورمر بالشكل اللي قدامك 100 كيلو فولت امبير، وبيقول لك ان هو 1200 فولتج. طب نحاول ناخد ده في فترة تانية عشان الفيديو ما يطولش. شكرا ليكم.